يا شباب هسه صباحا شو اخبارك يا اخي؟ اهلا وسهلا الله يسعدك. انا داير يا صاحبي الله يفرج طيب الحياه والله الحياه شوي هيك هيك شو بدك تشتري اليوم؟ والله بدي اشتري اشياء للصحراء. الصحراء يا زلمه شو هاي اسرائيليه؟ يا زلمه اسرائيليه اسرائيليه المهم هذه ازكى يا زلمة خذ ادعم منتج وطنك هاي كابة مالها؟ مش زاك يا زلمة هذه أرتب تخزي بس ما تخلي رصاص ما تدعم رصاص عدوك بس لا لها بل اسكت اسكت Take a تشهده ساحة غزة من تصعيد إسرائيلي هو الأعنف على الإطلاق
والجيش الإسرائيلي يتحدث عن بنك من الأهداف ما زال على القائمة. أهدافه كهذه وسط الأحياء السكنية. بما فيهم أربعة أطفال وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ بدء العدوان.